اعتداء على سيميوني في أولد ترافورد، ريال مدريد يتبرع بمليون دولار لأوكرانيا، أسطورة اليابان يشارك للموسم 37. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. في منظر لا علاقة له بالروح الرياضية، تعرض مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني للرشق بقارورات المياه والفطائر من طرف جماهير مانشستر يونايتد بعد نهاية لقائهما في دور الأبطال. العديد من نجوم الكرة في إنجلترا استنكروا هذا الفعل، وفي مقدمتهم ريو فرديناند نجم يونايتد سابقا. ومن المنتظر أن يسلط الاتحاد الأوروبي عقوبات على النادي الإنجليزي نظير هذه التصرفات. في إسبانيا أعلن نادي ريال مدريد تبرعه بمبلغ مليون يورو لصالح النازحين في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي. وقال النادي الإسباني في بيان له أن التبرع سيوجه للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى تعمل على الأرض في أوكرانيا. وفي مقاطعة كاتالونيا أعلن الغريم التقليدي لريال مدريد نادي برشلونة توقيعه لعقد ضخم مع شركة سبوتيفاي، وهي الصفقة التي انتظرتها جماهير البارسا طويلا، خاصة وأن التوقيع جاء بعد نشر الأرقام المالية السلبية لنادي برشلونة. وسيدفع الراعي الجديد للبارسا 250 مليون يورو موزعة على 4 سنوات. لا يزال الأسطورة اليابانية ميورا كازويوشي يصنع الحدث بمشاركته للموسم 37 في مسيرته الكروية، ويلعب ميورا مع نادي سازوكا في الدرجة الرابعة اليابانية. ميورا شارك لمدة 60 دقيقة مع فريقه الجديد أمام جماهير غفيرة احتشدت لمشاهدته، ويسعى ميورا للمشاركة بشكل أكبر مع نادي سازوكا الذي يدربه شقيقه ياسوتوشي.